اللي في الصورة ده اسمه فراس، طفل عنده 4 سنين. واحدة من أكبر قضايا الرأي العام في البحرين، اختفى في ظروف غامضة في شهر رمضان، والمتهم الأول كان مفاجأة، وحل قضية فراس في الآخر كانت أكبر مفاجأة. الفيديو ده مؤثر جدا وهتعرفه في الآخر ليه. واحدة من أهم قضايا البحث الجنائي والطب الشرعي 2016، وتحديدا في شهر رمضان، أسرة مصرية عايشة في البحرين في منطقة اسمها الحد، كان عندهم طفل جميل اسمه فراس. وفراس كان متعود يلعب قدام البيت قبل فترة الفطار مع أصحابه في المنطقة، لكن اليوم ده نزل فراس ومرجعش على البيت، ووالده رجع من الشغل وعرف إن فراس نزل يلعب، ولكن اتأخر كتير جدا عن موعد رجوعه. وعلى الساعة 4 الأب نزل الشارع يدور عليه، لكن مفيش أي فايدة، وكل الجيران كانوا بيدوروا معاه في كل مكان، احتمال فراس يكون موجود فيه لكن مفيش أي أثر. الأسرة بلغت الشرطة البحرينية باختفاء ابنهم فراس، وبدأت الصحف ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تنشر صورة فراس وتطلب من الناس إن هم يساعدوا العيلة في إنهم يلاقوا ابنهم فراس. ولأن الفترة دي في البحرين كان فيها أكتر من قضية من اختطاف أطفال أو قتل أطفال، فكانت قضية فراس قضية مهمة بالنسبة للرأي العام البحريني. واستمر البحث عن فراس لمدة 3 أيام، وكل الأجهزة الأمنية بتتعاون علشان يحاولوا يلاقوا أي حل في البحث عن فراس، لكن الحقيقة إنه كل وسائل البحث كانت فشلة، لحد ما وصلنا لليوم الرابع. واليوم الرابع ده كان فيه راجل بحريني متجه على صيدلية مكانها بعيد شوية عن مكان سكن عائلة فراس. الراجل ده وصل عند الصيدلية لكنه اكتشف حاجة غريبة، الصيدلي مش موجود جوه الصيدلية، ولقاه واقف بره في الشارع عمال يلف حوالين عربيته بطريقة غريبة، عمال بيفتح أبواب العربية ويحاول يدور في كل مكان وكأن في حاجة غريبة موجودة. الراجل راح للصيدلي علشان يطلب منه الدواء اللي هو محتاجه، فاكتشف ان الصيدلي مشغول بحاجة غريبة وبدأ يشم رائحة كريهة طالعة من العربية، لحد ما الصيدلي فتح شنطة العربية وكانت المفاجأة، شنطة العربية فيها جثة لطفل. الراجل اللي كان واقف جنب الصيدلي قعد يصرخ بصوت عالي ولم حواليه الناس كلها، والصيدلي كان باين عليه الارتباك جدا، والأهالي كلموا الشرطة، الشرطة وصلت لحد مكان الصيدلية وقبضوا على الصيدلي اللي من أصول سودانية. الشرطة بتفتح شنطة العربية علشان تلاقي جثة الطفل تقريبا عنده 3 سنين، وكل أوصاف الجثة تتطابق مع الطفل فراس. تم القبض على الصيدلي وتم إرسال جثة الطفل للطب الشرعي، وبدأت الصحف ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي توصف الصيدلي ده بأبشع الأوصاف، منها إنه سفاح، ومنها إنه قاتل ومختطف، ومنها إن عنده مرض نفسي ممكن يخليه يقتل الأطفال. وبدأت الاتهامات كلها تتوجه للصيدلي السوداني في قتل الطفل فراس. رجال البحث الجنائي بدأوا يفتشوا العربية ويرفعوا من عليها البصمات، كل البصمات الموجودة على العربية كلها تخص الصيدلي، وان مفيش اي بصمات غريبة موجودة على سطح العربية. وفي نفس التوقيت بدأ الطب الشرعي يشرح الجثة علشان يحدد سبب الوفاة، ورجال التحقيقات في نفس الوقت بدأوا يتوجهوا على مكان سكن الصيدلي اللي اكتشفوا ان هو جار عائلة الطفل فراس. فكل الناس شكت ساعتها انه كان بينتقم من والد فراس وانه اختطف فراس وقتله، لكن كل الجيران اكدوا ان الصيدلي السوداني شخصية محترمة جدا، وانه كان واقف مع عائلة فراس بيدور على الطفل زي كل الجيران بالظبط، وانه معروف عنه ان سمعته طيبة جدا، وانه من الغريب انه يتصرف تصرف زي ده. في نفس التوقيت كل التحقيقات مع الصيدلي السوداني كان بينكر فيها الصيدلي انه له اي علاقة بقتل الطفل فراس، وانه ما يعرفش اي حاجة وسبب وجود جثة الطفل في شنطة عربيته، وان السبب الوحيد اللي كان مخليه واقف برا الصيدلية بيلف حوالين العربية هو وجود رائحة كريهة جدا طلع من العربية. وهو توقع في الأول إن في أي حيوان دخل العربية ومات، وإنه هو السبب الرئيسي في الرائحة الكريهة اللي طلع من العربية دي. وفي نفس الوقت الطب الشرعي أرسل التقرير الخاص بي اللي أكد إن الطفل فراس مات بسبب الاختناق ومات بسبب سكتة قلبية. وفي كل مراحل التحقيقات مع الصيدلي السوداني كان دايما بيأكد إنه مظلوم وإنه ما يعرفش أي حاجة عن الطفل فراس. وبعد جمع كل الأدلة وأصدار تقرير الطب الشرعي وأسئلة الشهود
البنود المختلفة تم إرسال قضية الصيدلي السوداني المتهم بقتل فراس إلى النيابة العامة. ووكيل النيابة العامة كان شخص ذكي جدا، لأنه لما قرأ الملف الكامل لقضية فراس كان عنده إحساس داخلي إن الصيدلي السوداني ده فعلا مظلوم، وإنه ما عملش أي حاجة من الحاجات دي. كل الأدلة بتقول إنه هو الجاني، فبدأ يجيب الصيدلي السوداني من تاني علشان يكمل التحقيقات ويحاول يوصل للحقيقة. وتحديدا إن الصيدلي ما كانش عنده أي ملف إجرامي سابق، وتحديدا كمان إن كل الشهود أكدوا إنه كان راجل كويس جدا. فطلب وكيل النيابة إنه يقابل الصيدلي ويبدأ معاه التحقيقات من الأول خالص. وأول حاجة قالها للصيدلي إنه محتاج منه يفتكر كل اللي حصل بالتفاصيل بالظبط. فبدأ يجاوب الصيدلي إن في يوم اختفاء الطفل فراس هو كان مشي من الصيدلية اللي شغال فيها الساعة 2 الظهر، واتجه على السوبر ماركت اشترى مستلزمات البيت، ولكنها كانت كتيرة شوية، وحطها في شنطة العربية. وبعد كده الصيدلي قال انه طلع على البيت وحط المستلزمات اللي اشتراها من السوبر ماركت، ودخل يصلي العصر، وبعدها دخل ينام لحد اذان المغرب، وصحي مع اذان المغرب، وفطر مع مراته وابنه اللي عنده 8 سنين، وتوضوا ونزلوا علشان يصلوا العشاء في الجامع القريب من مكان سكنهم. وكيل النيابة شكر الصيدلي، وتم استدعاء زوجة وابن الصيدلي علشان يطرح عليهم نفس الأسئلة. ووكيل النيابة لقى إن إجابات زوجة الصيدلي وابنه تتطابق تماما مع إجابات الصيدلي المتهم الأول في اختفاء وقتل الطفل فراس. لكن كان في نقطة واحدة هي محل الشك، إن الصيدلي رجع البيت الساعة 3، وإن ميعاد اختفاء فراس كان الساعة 4 العصر، فده معناه إن وارد يكون الصيدلي هو اللي اختطف فراس وبعد كده طلع على البيت. ولأن وكيل النيابة كان لآخر لحظة حاسس إن الصيدلي مظلوم، رجع استدعاه تاني للتحقيقات وطلب منه تفاصيل أدق لليوم ده، حتى لو كانت التفاصيل دي بالنسبة للصيدلي تافهة. وطلب منه وكيل النائب العام إن هو يعيد تمثيل كل اللي حصل تاني قدامه. وفعلا خدوا المتهم الاول وطلعوا على السوبر ماركت، وطلب منه ان يشتري كل حاجة بنفس التفاصيل، ويشتري الحاجات بنفس الكميات اللي اشتراها في نفس اليوم ده الصيدلي المتهم، لانه حاسس ان ما عندوش اي امل غير انه ينفذ طلبات وكيل النائب العام. فسمع كلامه واشترى كل الحاجات اللي اشتراها في نفس اليوم ده بالظبط. وبعد ما خرج حط كل المستلزمات اللي اشتراها في شنطة عربيته وساء العربية وطلع على البيت. وكل ده كان أجهزة الأمن والتحقيقات كانت معاه لحظة بلحظة، لحد ما وصل عند البيت وركن في نفس المكان بالظبط، وفتح شنطة العربية وطلع كل الأكياس علشان ياخدها ويطلع بيها على البيت. لكن وكيل النائب العام خد باله من حاجة غريبة الصيدلي عملها، هو إنه لما طلع الشنط الكتير ومسكها بإيده، لما جاي يقفل شنطة العربية اكتشف إنه بيقفل شنطة العربية بطريقة لا إرادية بالكوع أو بالمرفق بتاعه، بيقفلها بالطريقة دي، وإن احتمال كبير تكون الشنطة ما اتقفلتش كويس. وهنا وكيل النائب العام شكره، وما كانش حد من اللي واقفين فاهم هو وكيل النائب العام بيعمل ايه. بعدها وكيل النائب العام طلب من المعمل الجنائي ان هم يعيدوا الفحص الجنائي ولكن داخل الشنطة. ولما اتعمل اعادة للفحص الجنائي داخل الشنطة، اكتشفوا ان كل البصمات اللي موجودة من الشنطة من جوه وعلى قفل الشنطة الداخلي كلها تخص الطفل فراس. وبعدها كمان طلب وكيل النائب العام كاميرات المراقبة اللي ممكن تكون جايبة بأي شكل من الأشكال عربية الصيدلي في نفس يوم اختفاء فراس. اكتشفوا ان الطفل فراس في نفس اليوم ده كان بيلعب بجانب العربية فعلا. الكاميرات اللي قدام بيت عيلته كانت جايباه وهو بيلعب عادي، لكنه اختفى من قدام الكاميرات وما كانش فيه اي كاميرات تانية ظهرة، لحد ما جابوا الكاميرات اللي مصورة عربية الصيدلي. فكاميرات المراقبة وضحت ان الطفل فراس لما كان بيلعب تحت البيت قرب شوية اتجاه عربية الصيدلي، ولقى ان شنطة العربية مفتوحة، ففتح الشنطة ودخل فيها على اعتبار انه بيلعب وانه بيستخبى، وان بعد شوية حد هيفتح الشنطة علشان يلاقيه. لكن للأسف محدش كان متوقع ابدا ان الطفل فراس اللي عمالين يدوروا عليه كان موجود جنبهم ولكن في شنطة العربية، وللأسف ما كانش فيه اي صوت واضح علشان خاطر يسمعوه. وحتى لما الصيدلي السوداني وزوجته وابنه لما نزلوا علشان يصلوا ما استخدموش العربية
العربية في اليوم ده وراحوا على رجلهم لحد الجامع. فكان الطفل فراس طول فترة البحث وطول الأيام اللي كانوا بيدوروا عليه فيها كان قاعد جوه شنطة العربية ومش عارف يخرج. وطبعا تم تبرئة الصيدلي وتم حل لغز اختفاء الطفل فراس، وكل الأهالي والمحيطين بعائلة الطفل فراس شاركوا في عزاء ودفن الطفل، وكانت تعتبر صدمة كبيرة في الشارع البحرين والفضل الأول في حل لغز اختفاء وقتل الطفل فراس بعد ربنا سبحانه وتعالى هو ذكاء وكيل النائب العام. ربنا يرحم الطفل فراس ودعوله في الشهر الكريم، وربنا يصبر أهله. سلام عليكم.